بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا عند قوله خاتم النبيين في الدرس الماضي. خاتم النبيين أنه آخرهم، وبه كمل عددهم الذي هو 124,000، فلا نبي بعده. ومن لازمه أنه لا رسول بعده، يعني فلا نبي بعده، هذا إيه؟ منطوق. ومن لازمه دلالة الالتزام أنه لا رسول بعده، لأن النبي أعم من الرسول على الصحيح، وختم الأعم يستلزم ختم الأخص، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ولا عكس. إثبات الأخص يلزم منه إيه؟ إثبات الأعم، أما نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص. فكمل سبحانه لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع المحاسن التي تفرقت في الأنبياء والرسل قبله، وشرف شريعته السمحة بأن جعل أحكامها متصلة بالآخرة لا ناسخ لها ولا مبدل لها، وأطلع أمته المشرفة على مساوئ الأمم الذين خلوا وعلى العقوبات التي نزلت بهم ليعتبروا بذلك ويرتدوا عن المعاصي ولا يغتروا بالمهلة ومتعة الدنيا كما اغتر بذلك الذين هلكوا قبلهم، فجعلهم مولانا بفضله معتبرين لا معتبرا بهم، ومتعظين لا متعظا بهم، وشاهدين على غيرهم لا مشهودا عليهم. وأظهر سبحانه محاسنهم لمن مضى من الأمم، وستر مساوئهم، بل نوه المولى الكريم بقدرهم وقدر نبيهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنويها عظيما تمنى بسببه كليم الله تعالى صلى الله عليه وسلم أن يكون من هذه الأمة. بالجملة فنعم مولانا الكريم جل وعلا ومواهبه الاختصاصية التي خص بها نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى لا يمكن إحصاؤها. نسأله سبحانه أن يجعلنا من خيار أمته الفائزين بشرف قربه ومتابعته، المتحصنين من كل محنة وهول وخوف دنيا وأخرى بحرمة محبته وولايته. هذا ما وقفنا عنده في الدرس الماضي، ولأجل أنه عليه الصلاة والسلام. الله يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين أمين. ولأجل أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين مات أولاده الذكور كلهم. يعني يقول لك لأجل، يعني دي تعتبر علة، يعني ختم النبوة ده كأنه شبه علة لنفي الأبوة أو لموت أولاده الذكور. يعني كأنك تقول لماذا مات أولاده صلى الله عليه وسلم الذكور؟ أولاده كم صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 7. كم ذكر؟ 3. وكم أنثى؟
أربعة، من هم الثلاثة الذكور؟ القاسم وعبد الله هو ملقب به طيب والطاهر، وإبراهيم هذا من ماريا، أولاده كلهم صلى الله عليه وسلم من سيدتنا أمنا الكبرى خديجة الكبرى، إلا إبراهيم فإنه من من ماريا. وأما البنات أربعة، طبعا على رأسهم سيدتنا الزهراء فاطمة رضي الله عنها، والسيدة رقية، السيدة أم كلثوم، وزينب، زينب الكبرى، دول بناته أربعة. إذا مات أولاده الذكور، ولذلك في الآية نفى نفى أبوته عن الرجال، عن رجالكم، ده الآية اللي خاطب فيها الكفار، ما كان ليس خطابا للمؤمنين، وما خطابا لمين؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم، فكان ختم النبوة ده علة لإيه؟ لموت أولاده الذكور. ليه؟ لأن أولاده الذكور لو عاشوا لكانوا لكانوا أنبياء، يعني لو بلغوا مبلغ الرجال لكانوا أنبياء، فهذا يشبه العلة، خاتم النبيين، ولأجل أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبي، يعني بسبب، لأجل يعني بسبب كونه خاتم النبيين مات أولاده الذكور. ليه؟ لأنه هو ختم النبوة، فلا نبوة بعده، فلو عاش هؤلاء لكان دأبهم كدأب أبناء الأنبياء، وورث سليمان داود، سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم، إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب ابن إسحاق، وهكذا نبي من نبي من نبي من نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما جاء في الحديث. يبقى لا بد ألا يبلغوا مبلغ الرجال، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الله. ولأجل أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين مات أولاده الذكور كلهم قبل أن يكونوا رجالا. أما الإناث خلاص، لأنه ما في لا يترتب على هذا عدم ختم النبوة، اللي هيترتب عليه عدم ختم النبوة كون أولاده الذكور يعيشون. أما الإناث فلا شيء في ذلك، يعني لا إشكال أو لا ضرر في أنهم يعيشون، لأن النبوة لا تكون إلا في الرجال أو في الذكور. لأنهم لو عاشوا حتى بلغوا سن النبوة ثم لم يتنبؤوا كانوا في ذلك أحط رتبة من أولاد كثير من الرسل. يعني يقول لك لو عاشوا، شوف يعني هذا يعتبر يعني رفع لمنزلتهم وإعلاء لدرجتهم، لأنه طبعا ما فيش نبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا معه، فلو أنهم عاشوا حتى بلغوا سن النبوة يبقى مش حيتنبؤوا، مش حينبؤوا، يعني مش حيبقوا أنبياء لو عاشوا، مفهوم؟ ليه؟ لأن النبوة ختمت، يعني هؤلاء لو عاشوا حتى لو بلغوا 50 أو 60 مش حيبقوا أنبياء. ليه؟ لأنه ما فيش نبوة، النبوة ختمت، كانوا ولو عاشوا حتى بلغوا سن النبوة ثم لم يتنبؤوا كانوا في ذلك أحق رتبة من أولاد كثير من الرسل الذين خلوا، يعني حتبقى رتبتهم أحق، يعني أقل من من رتبة كثير من أولاد الرسل، يعني حيبقى أولاد الأنبياء الآخرين رتبتهم أعلى، ودول أولاد خاتم النبيين وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينالوا شرف النبوة، فحتبقى رتبتهم أحط من أولاد الأنبياء. واضح ولا مش واضح؟ نعم. الذين خلوا يعني زي أولاد سيدنا إبراهيم ويعقوب وداود
فلما ماتوا صغارا انتفت هذه الحقيقة. لأنهم لو عاشوا حتى بلغوا سن النبوة ثم لم يتنبؤوا كانوا في ذلك أحط رتبة من أولاد كثير من الرسل. أحط يعني أقل يعني لأنه رتبتهم يعني من أولاد كثير من الرسل الذين خلوا كسيدنا إبراهيم ويعقوب وداود عليهم الصلاة والسلام. يعني حيبقوا أولاد الأنبياء كلهم رتبتهم أو مكانتهم أعلى، وأقل أولاد في رتبة يعني ملاش لجمة اللي هي ايه أولاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كده أقل حاجة. وجميع الأنبياء كلهم أولادهم اللي معهم أولاد يعني رتبتهم ايه أعلى وأحسن. فلما ماتوا صغارا انتفت هذه الحقيقة، وإلى هذا أشار القرآن في قوله لذلك ماتوا كمان بالصغار فقط، ده في سن يعني أقل من سنتين شهور يعني، إنما لو حتى بلغوا 10 سنين وكذا يقول لك ممكن يعني ما يبقاش يعني نبي ليه وآتيناه الحكم صبيا، إنما في سن ما يجيش على بالك يبقى فيها نبي أبدا، لو 7-8 سنين لا برضو لازم يكون عشان ما حدش يقول لك أي شبهة. فكلهم كانوا في السن ليه القليل جدا ده. ها؟ يعني ظل ظل محمد يعني مات صغارا من أجل النبوة، ما ختمت النبوة بني آدم مش من أجل النبوة، لأجل ختم النبوة، لأنه خلاص خاتم النبي ما فيش نبوة تاني، يبقى لازم أولاده يموتوا في السن ده. واضح؟ الله قدر عليهم طبعا، ما بتقدير الله وتقديرك أنت بتقدير الله سبحانه. وإلى هذا أشار القرآن في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولذلك هي نفي الأبوة عن الرجال، ولم يقل من الرجال، قال من رجالكم خلاص كده، ولم ينفها عن الأطفال ولا عن النساء، يبقى هو أب لهؤلاء الأطفال الذين ماتوا صغارا، وأبوته ثابتة للنساء الذين عاشوا حتى التي عاشت من بعده. يبقى إذن المشكلة كلها فيه في اللي بلغوا مبلغ ليه الرجال ولم يتنبؤوا فنفاها، يعني معناها ما فيش راجل منكم يعني أحق لأنه ليس له أبوة له صلى الله عليه وسلم، فيش واحد منكم يعني ينال هذه المرتبة، لأنه لو كان حتى يعني منتسبا إليه عن طريق الأبوة فأولاده جميعا صغار وماتوا في سن الطفولة. فجعل سبحانه كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين شبه العلة. وضحها يعني، فجعل سبحانه كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين شبه العلة. طبعا أفعاله تعالى لا تعلل، فعشان كده قال لك شبه العلة يعني في مفهوم نحن، إنما هي ليست علة، وربنا قضت حكمته أو قدر ذلك. فجعل سبحانه ممكن نخليها حكمة مش علة، حكمته. فجعل سبحانه كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين شبه العلة لما نفاه تعالى من أبوته عليه الصلاة والسلام للكفار الذين يطلق عليهم اسم الرجال. يعني الكفار اللي هم بلغوا، وذلك قال لك مش للكفار الرجال، لأن الكافر عمره ما يبقى رجل، قال لك إيه الذين إيه يطلق عليهم، يعني يطلق عليهم أنهم إيه رجال، لكن هم مش رجال، لو كانوا رجالا لكانوا مؤمنين، من المؤمنين إيه رجال، عمره ما يكون من غير المؤمنين راجل. تعال انت هنا قاعد ليه يا رب، تعال هنا خلاص كده. قال لك الكفار الذين يطلق عليهم اسم ليه الرجال، اسم يعني هم أشكالهم تشبه أشكال الرجال ولكنهم لا يستحقون حتى وصف العيال، وصفهم الحقيقي إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، هذا الوصف. والنكتة فيه ما سبق تقريره والله تعالى أعلم. النكتة اللي هي الفائدة اللي ما سبق تقريره، يعني هذه الآية تعطينا
ملحظ عجيب، يعني ايه الحكمة بين ختم النبوة ونفي الأبوة؟ ما ذكرهم في أي واحدة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم إيه؟ وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، فعلمه تعالى أحاط بما كان وما هو كائن وما سيكون، فاقتضت حكمته لأنه علم أنه خاتم النبيين أن يموت أولاده صغارا حتى لا يكونوا في إيه؟ درجة أقل أو إيه؟ أو أحق من درجة أولاد أبناء إيه؟ أولاد الأنبياء السابقين قبله، عشان ما يكونش في درجة أقل. وأيضا في حكمة أخرى، مثلا أنهم لو عاشوا لما قدم عليهم في الايه في مسألة الخلافة احد، هيبقى مثلا هتتحول النبوة الى ايه الى ملك الى وراثة، وهيترتب عليها ايه امور كثيرة، فاقتضت حكمة الله تعالى هذا. قوله وامام المرسلين اي مقدمهم في جميع الكمالات ومتبوعهم، يعني هو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وفي نفس الوقت إيه؟ إمام الإيه؟ المرسلين. الإمامة قلنا بمعنى التقدم، خلاص كده؟ ومتقدم عليه. تفضل. به يتعلقون في شدائد الآخرة وأهوالها المعضلات، وقد قال عليه الصلاة والسلام آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة، وقد ثبت أيضا أنه تقدمهم وأمهم حسا في ليلة الإسراء. يعني الإمامة معناها إيه في اللغة؟ التقدم، خلاص كده. وفاكر لما كنا بنشرح في الجوهرة قسمت إلى كم قسم الإمامة؟ أربعة: إمامة وحي، إمامة علم، وإمامة عبادة، وإمامة مصلحة. والأربعة كلها اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم. إمامة الوحي مثلا زي يعني إمام بنص الوحي، بوحي من السماء، قال تعالى لسيدنا إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، مش كده؟ إمامه بالوحي، يعني مش بالانتخاب ولا بالديمقراطية، بالوحي من الله إماما. وانت بتدعو ربنا واجعلنا للمتقين إيه؟ إماما. ولا تكون إماما إلا إذا كنت مأموما، يعني بعد ما تأتم وقالك اتصال بأهل العلم، بعد كده انت يعني انت تأتم بهم ثم تصير لمن بعدك ايه اماما، وهكذا كل واحد ياخذ دوره امام وايه ومأموم. فلا يمكن يكون امام الا اذا كان مأموما، زي لا يمكن يكون عالما الا اذا كان ايه متعلما. فدورك الاول في التعلم ثم تصير بعد ذلك معلما لغيرك، ثم يصير غيرك معلما لمن بعده، وهكذا. يبقى إذن إمام المرسلين يعني هو مقدم عليهم في جميع الكمالات، وهو متبوعهم وهم له أتباع، يعني هم متبعون له صلى الله عليه وسلم، يعني هم هو متبوعهم وهم أتباع له صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أيضا أنه تقدمهم وأمهم حسا في ليلة الإسراء، وذلك كله دليل واضح على أن هذا السيد صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات وأكرمها على الله تبارك وتعالى. إمام المرسلين في جميع الكمالات، يعني ما فيش كمال إلا وهو إمام فيه، يعني متقدم فيه. إذ به يتعلقون في شدائد الآخرة وأهوالها المعضلات، يعني إذا كانوا يتعلقون به في أهوال الآخرة وشدائدها. لماذا أتى يعني بالآخرة؟ لأنه من باب أولى، يعني إذا كان صلى الله عليه وسلم ثبتت له السيادة والتقدم والإمامة في الآخرة، فمن باب أولى في الدنيا. إذا كان يقول أنا سيد الناس يوم القيامة، يوم القيامة ده هو سيد، مع أنه يوم القيامة ده تنتفي السيادة عن كل أحد، والملك وينتفي العظمة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا كان ده
منفي عنه صلى يعني ثابت له صلى الله عليه وسلم ومنفي عن غيره في الآخرة. أما في الدنيا فلماذا لم يقل أنا سيد الناس في الدنيا؟ قال لك ده من باب أولى إذا كان في القيامة، يبقى من باب أولى يكون في الدنيا، لأنه في الدنيا في شبهة أنه ينازعه فيها غيره من أهل الدنيا، يعني السيادة ملوك الدنيا وزعماء الكفر ينازعونه، يعني يظنون أنفسهم أيضا سادة. إنما في القيامة لا ينازعه أحد، فيقر له الأولون والآخرون والمؤمنون والكافرون، فده من باب إيه؟ من باب أولى. وفيه أيضا دليل على كمال تواضع رسل. بعدين بيقول هنا وقال صلى الله عليه وسلم آدم فمن دونه تحت لوائه، في حاجة تانية بعد كده، يعني آدم فمن دونه، يعني هنا دونه يعني بعده، مش دونه يعني أقل منه، ها؟ دونه يعني فمن بعده، ها؟ لأن دون لها معاني كثيرة. مثلا عندك إيه؟ الحج المبرور ليس له جزاء دون إيه؟ دون الجنة، يعني إيه؟ يعني الله تعالى لا يرضى للحاج المبرور أن يأخذ جزاء أدنى أو أقل من الجنة، يعني أقل حاجة هي الجنة، أقل حاجة يبقى معناها غيرها إيه جاي، إذا كان هي أدنى شيء. ليس له جزاء مش معنى كده يعني ينفي عنه الجزاء إلا الجنة، لا، ده عاوز يقول لك أقل جزاء ليه الجنة، مش معناها ملوش جزاء خالص إلا الجنة، ده الجنة دي أقل حاجة، فما بالك أكثر حاجة تكون إيه؟ وقد ثبت أيضا أنه تقدمهم، يعني هو عاوز يقول لك هنا التقدم الحسي، يعني الأول اللي ذكر هنا أنه مقدمهم هو المتقدم عليهم في جميع الكمالات، لكن دي أمور إيه؟ أمور معنوية. فأيضا يقول لك تقدمهم وأمهم حسا، يعني عاوز يقول لك هو إمام ومتقدم عليهم في الكمالات والرفعة والدرجات، وأيضا في التقدم الحسي، يعني في ليلة الإسراء والمعراج ثبت في الحديث، وهو حديث صحيح رواه النسائي وذكره ابن سعد في الطبقات، أنه صلى الله عليه وسلم جمعهم الله تعالى له في ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس فصلى بهم إماما. ما هنا التقدم حسي ولا مش حسي؟ نعم. وفيه أيضا دليل على كمال تواضع رسل الله عليهم الصلاة والسلام للمولى تبارك وتعالى، وامتلاء صدورهم بهيبته ومحبته، والتعظيم لما عظم والتشريف لما شرف، إذ لم يجعلوا عليهم الصلاة والسلام ما خصهم. فيه أيضا دليل على كمال تواضع رسل الله للمولى تبارك وتعالى، فيه الضمير يرجع عليه فيه، ها؟ يعني في كونه صلى الله عليه وسلم إمام للمرسلين، يعني في ذلك فيما ثبت له صلى الله عليه وسلم من أنه أمهم، آخر حاجة الإسراء والمعراج، فهذا كله دليل واضح، يعني هذا الذي تقدم على أن السيد أفضل المخلوقات وأكرمها. وفيه دليل على كمال تواضع رسل الله عليهم الصلاة والسلام للمولى تبارك وامتلاء صدور بهيبته ومحبته، والتعظيم لما عظمه والتشريف لما شرفه. يعني في هذا دليل على إيه؟ على أن الأنبياء والرسل لا يحسدون أحدا على النعمة أو على ما خصه الله أو على أنه قدمه عليهم أو حباه بالكمالات التي ليست لهم، فلم ينقموا عليه لهذه الفضائل كما فعل من إبليس عندما فضل الله تعالى عليه سيدنا آدم بأنواع الكمالات فتكبر ورفض وأبى أن يعظم من عظمه الله. أما الأنبياء فأقروا له بهذا التعظيم وتواضعوا وقبلوه ولم ينازعوه فيه،
الله. نعم. بقول وفيه أيضا دليل على كمال تواضع رسل الله عليهم الصلاة والسلام للمولى تبارك وتعالى، وامتلاء صدورهم بهيبته ومحبته، والتعظيم لما عظمه، والتشريف لما شرفه، إذ لم يجعلوا عليهم الصلاة والسلام ما خصهم الله به من عظيم فضله مانعا من التواضع لمن آثره الله تعالى بمزيته. يعني لم يحدث عندهم شيء من الغيرة ولا التنافس ولا الحسد مثلا، لم يجعلوا ما خصصهم الله تعالى به من عظيم الفضل مانعا من التواضع لمن آثره الله تعالى بمزيته وخصه بفضله. فاكرين اللي حدث مع إخوة سيدنا يوسف، والأخ قال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لإيه لخاطئين. فالأنبياء لم يرتكبوا خطأ لما آثر الله، يعني لما فضل عليهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما حسدوش بل رضوا وتواضعوا وقبلوا وتشرفوا بذلك. إذ لم يجعلوا عليهم الصلاة والسلام ما خصصهم الله به من عظيم فضله مانعا من التواضع لمن آثره الله تعالى بمزيته وخصه بفضله على جميع العوالم. وأخلاقهم الكريمة في هذا نظير أخلاق الملائكة عليهم الصلاة والسلام في تواضعهم وسجودهم لآدم صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر مولانا جل وعلا. يعني أخلاقهم الكريمة في هذا، أنا عاوز أقول لك يعني له نظير، يعني أخلاقهم مع سيدنا رسول الله في هذا نظير أخلاق الملائكة، وليس نظير ما تخلق به من إبليس عليه اللعنة. فالملائكة تواضعوا لله تعالى، ولما أمرهم بالسجود لآدم امتثلوا لأمر الله تعالى، وعظموا من عظمه الله، وكرموا من أكرمه أو من كرمه الله، وأحبوا من أحبه الله. لكن إبليس أبى أن يعظم من عظمه الله، بل اعترض على الله تعالى وقال أنا خير منه، وقال أأسجد لمن خلقت طينا، فطرد من النعم كلها. ولم ينفعه توحيده، لا نفعت اللحية الكبيرة ولا نفعت السلفية بتاعه، ولم ينفعه شيء من ذلك أصلا. ليه؟ لأنه أبى أن يتأدب مع من عظمه الله سبحانه وتعالى. امتثالا لأمر مولانا جل وعلا، وتعظيما لمن عظم، وتكريما لمن كرم، وحبا لمن أحب. وأين هذه الأخلاق الكريمة الزكية من أخلاق إبليس الأحمد؟ جهلك والله ما كنا على بالنا حاجة. وأين هذه الأخلاق الكريمة الزكية من أخلاق إبليس الأحمق المحروم، حيث أمره المولى العظيم مع الملائكة الكرام بالسجود لآدم عليه السلام فاستكبر ورأى لنفسه. يعني إبليس لم يشرك، ما أشرك بالله، بل إنه كفر إبليس ليس من جهة شركه. يعني إبليس لم يشرك، وإن ده كان متكبر، ده هو يقول عدل مش هيعبد ربنا، فكيف يعبد حاجة يعني هو رافض أصلا ليه عنده أنا، فكده كأنه يعني يدعي، لو استطاع أن يدعي الألوهية لادعاها، ولكنه إيه أبى أن يشرك بالله، ما أشرك بالله قط، وكان من الموحدين. أمال لماذا كفر؟ يعني كفره ليس من باب شرك، لا توحيد الألوهية ولا الربوبية ولا أمال شرك منين ده؟ من أي باب؟ من باب الكبر والعناد، لأنه رد على الله تعالى أمره، وكأنه يعني يرى نفسه أعلم، أو يعني كيف تأمرني وهو طين وأنا خير منه، يعني بيعترض على أمر الله تعالى. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الإيه؟ من الكافرين. فهل نفعه التوحيد؟ لم ينفعه، لم ينفعه إيه التوحيد، مع أنه كان إيه موحدا، أن الله تعالى وصفه بالإيه بالكفر. فاستكبر ورأى لنفسه الدنية شفوفا على من فضله المولى تبارك وتعالى، وأدركه الزهو والإعجاب بما ليس له. الزهو، الزهو، بضم الزهو.
يعني الشيء يعني المزهو اللي هو يرى يعني نفسه كده يعني يزهو بنفسه يقعد زي العجب. وأدركه الزهو والإعجاب بما ليس له ولا يستحقه. يعني بما ليس له ولا يستحقه، لأن هذا محض فضل من المولى تبارك وتعالى. والله لو كان هذا لك وكنت مستحقا له، يعني بعض العارفين قال ما دواء العجب؟ العجب ده غير الرياء، فاكر احنا شرحناها قريبا. العجب ده انك تعجب بنفسك، العجب ده ياتي بعد العمل بعد العباده، فتعجب بها فتفسد، يعني العجب ده يفسد العباده. اما الرياء يكون معها، الرياء يبقى مع العباده فيفسدها، اما العجب بعد الايه؟ بعد العباده. فعجب المرء بنفسه احد حساد عقله. فلماذا تعجب بنفسك؟ يعني هل هذه القوة، هل هذا المال، هل هذا العلم، هل هذا من عندك، ولا هذا أعطاكه الله تعالى من فضله؟ لا، ما فيش حاجة من عندك. لو كان من عندك أو من ذاتك كان لك الحق. يعني قارون لما أعجب بثروته وقال أوتيته على إيه؟ علم من عندي. وهل هو العلم اللي هو عنده ده منه يعني استقلالا من ذاته ولا من علم الله تعالى؟ فأحسن دواء للعجب أن يرى الإنسان الأمور كلها من الله تعالى، فلا يرى لنفسه قيمة ولا يرى لنفسه شأن، فلا يعجب بها. يعني يسند الأمور إلى الفاعل الحقيقي. عندك رزق تقول هذا من فضل ربي، عندك علم تقول هذا من عطاء ربي، عندك قوة تقول ترجع كل شيء إلى الله، فلا خلاص نفسك ما فيش حاجة. إنما إذا رأيت ذلك لنفسك فأنت تكون إيه؟ معجبا بنفسك، فيحبط عملك. وإنما هو بمحض فضل من المولى الكريم تبارك وتعالى، وأخذ بجهله وقلة عقله وعدم حيائه وسابق شقائه. شوف كده، وأخذ به وأخذ بجهله. وإنما هو بمحض فضل من المولى تبارك وتعالى، وأخذ يعني راح يعني بجهله كده، وكان يظن أنه هو ما فيش حد أعلم منه. ما هو أي إنسان كده، من ظن أنه علم فقد جهل. فإبليس لما رأى أنه لا أعلم منه لا في السماوات ولا في الأرض كان أكبر جاهل، خلاص كده. وأخذ بجهله وقلة عقله وعدم حيائه وسابق شقائه، يعترض على من لا شريك له في ملكه ولا في حكمه. فكيف عرفنا أنه جاهل وأنه ليس بعاقل وأنه أحمق وأنه غبي؟ لأنه اعترض على مين؟ على من لا شريك معه ولا وزير له في ملكه ولا في حكمه. هذا يدل على أنه سفيه، ولذلك وصفه القرآن صراحة على لسان أبنائه بأنه سفيه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر كم كده، وأنه كان يقول سفيهنا، من السفيه بتاعهم؟ إبليس. وأنه كان يقول سفيهنا على الله، هو أسفه السفهاء. لو كان عنده مسكة عقل واحدة ما كان يشتري ولا يقول هذا الكلام. اعلم من تخاطب، أنت تخاطب من؟ تخاطب الحق سبحانه، فتقول له هذا الكلام وانت عندك حق. وأخذ بجهله وقلة عقله وعدم حيائه وسابق شقائه، يعترض على من لا شريك له في ملكه ولا في حكمه، يحكم بما يشاء ويخص من يشاء بما يشاء، لا اعتراض عليه ولا سؤال لأحد عليه، وهو الحكيم المحمود على كل حال. ويجب على كل مؤمن أن يقتفي آثار الطاهرين المطهرين من كل نقص ودنس من رسل الله تعالى وملائكته الكرام صلى الله وسلم على جميعهم. إذا من كل إيه؟ نقص. خلاص كده؟ صح كتبه كده عندك؟ هو كتب كذا من أصل وعلها نقص. صح تمام. فيتواضع لله تعالى ويعظم كل من رأى من المولى العظيم إيثارا
له وتقديرا بخاصية من علم. يعني احنا لماذا نعظم الصالحين ونعظم العلماء ونعظم الكعبة ونعظم من أمرنا بتعظيمهم؟ ليه؟ هل هذا التعظيم بعض المغفلين يظن أنه لك هذا تعظيم غير الله تعالى يعتبر شرك؟ قل له أيها المغفل، هؤلاء عظمهم الله، فليس التعظيم لغير الله، أن الله تعالى هو الذي عظمهم. ألم يقل سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله؟ وتعظيم شعائر الله ليس تعظيما لغير الله. ألم نؤمر بتعظيم الحجر الأسود وبتعظيم البيت المعظم، البيت العتيق؟ والله تعالى جعل ذلك التعظيم، لم يجعله شركا، وإنما جعله من تقوى القلوب كده. فكيف نقول إنه يعني بعض الناس يظن أن تعظيم غير الله تعالى شرك؟ وهذا خطأ وجهل وسفه. ليه؟ لأن تعظيم غير الله لا يكون شركا إلا إذا عظمت غير الله مثل تعظيم الله، يعني جعلته مساويا أو أكثر، أو اعتقدت فيه أنه إله. أما إذا كنت تعظمه وتجله وتوقره حتى وتسجد له بأمر الله فلا يكون شركا، لأن الملائكة سجدوا، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. والسجود لم يكن يعني على سبيل التحية كما يقال، وإنما كان سجودا إلى الأرض كذا، فقعوا له ساجدين. قعوا، وإخوة سيدنا يوسف قالوا وخروا، فالتعبير بكلمة خروا دي يعني إلى الأرض. فلو أن الله تعالى أمرك بالسجود ولو لصنم لكانت هذه عبادة، مطالما الأمر من مين؟ من الله تعالى. فتعظيم هذه الأشياء، العلماء أمرت بتعظيمهم أم باحتقارهم وإهانتهم؟ بل حتى القبور نعظمها لا حرمة. هل يعني نتبول عند القبور؟ هل نهين القبر نفسق عليه ولا نحترمه؟ ما الاحترام ده تعظيم ولا مش تعظيم؟ تعظيم الأحجار المقدسة دي اللي هي واطئة سيدنا، اللي هو مقام سيدنا إبراهيم، تعظيم البيت العتيق، لكن كل هذا امتثالا لأمر الله، ليس تعظيما لذات الحجر، لأن الحجرية لا دخل لها في الموضوع. ما عندك حجر أنت تقطع به أثر النجوى، وهو من جنس الحجر نفسه. فلو كانت الأحجار لجنسها معظمة كما كان يعتقد أن أي حجر نقبل، لكن لا، ده أحجار معينة، حجر يكرم وحجر يرجن. فالموضوع الفرق بين هذا وهذا، أن هذا أنت أمرت بتعظيمه وهذا أمرت بتدنيسه. فخليك مع الأمر الإلهي حيث أمرك الله تعالى، ولا تجتهد بعقلك، ما تحكمش الأمور بعقلك. ده حجر وده حجر، حتى الله تعالى اصطفى بيته من جنس الأحجار، فأنت بتطوف بين أحجار وبتسعى بين جبلين، والجبلين حجارة، وعند حجر معين تمسك وتروح ترجم هذا الحجر. إيه السر؟ السر أن الله تعالى أمرك بتعظيم هذا ونهاك عن تعظيم الآخر فقط. فالطاعة والامتثال لمين؟ لأمر الله تعالى وحده. لا تواضع لله تعالى ويعظم كل من رأى من المولى العظيم إيثارا له وتقديرا بخاصية من علم أو عبادة يعني أو خلق جميل. نعظم أهل العلم لأن الله تعالى خصهم بذلك، بل إن الله تعالى قال في شأنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبعض القراء أو في بعض القراءات الشاذة برفع لفظ الجلالة، إنما يخشى الله، والخشية محمولة هنا على التوقير خلاص، وليس محمولة على المعنى الآخر. يعني إذا كان الله تعالى يعظمهم أو يوقرهم أو يعني يعطيهم مكانتهم، فكيف بغيرهم؟ والعباد، كل من انتسب إلى الله تعالى، فإذا له نوع من من التعظيم، لأنه منسوب إلى مين؟ إلى الله سبحانه. بالآدم ده، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم أخاه فليتجنب وجهه؟
ده عارف ده تعظيما لمين؟ ده لسيدنا آدم، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة هذا المضروب. اوعى تفهم كما يفسر اليهود على صورته أي على صورة الله، لأن الله تعالى ليس له شكل ولا صورة وليس كمثله شيء. أو تقول على صورته وترجع الضمير إلى الله بمعنى على الصورة التي خلقها الله تعالى، اللي هي الصورة التي أمامك. فهذه الصورة التي صورك الله، مش صورة مين دي، هذه صورة خلقها الله، فتنسب إلى الله تعالى أو تضاف فيقال صورة الله، يعني الصورة التي خلقك الله عليها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك في أي صورة؟ فهذه هي الصورة، صورة الله يعني صورة مخلوقة لله، هي نفسها التي خلق الله عليها آدم. فإكراما وتعظيما لأول مخلوق اللي هو سيدنا آدم، تجنب أن تضرب على الايه؟ على الوجه. تعظيم لمين ده؟ لسيدنا آدم عليه السلام. فليس كل تعظيم شرك، وإنما في تعظيم عبادة، وفي تعظيم ولاية، وفي تعظيم يعني قرب إلى الله، أنك تعظم من من عظمه الله، فيكون تعظيمك لله كده. أما التعظيم اللي هو عبادة، أن تعظم غير الله على أنه إله أو على أن له ما لله، تعود الشرك، هذه هي حقيقة الشرك. وليس كل تعظيم، أنك أمرت أن تعظم رسول الله أو لا، فتعظيمك له تعظيم لمن أرسله أو تعظيم لله. لم يقل الله تعالى وتعزروه وتوقروه كده؟ ولا يجعل ما خصه هو به مولانا جل وعلا من الفضل مانعا من التواضع لذوي الفضل والتعظيم لجلالهم الرفيع عند الله. فين انت رحت فين؟ ولا يجعل ما خصه هو به مولانا جل وعلا من الفضل مانعا من التواضع لذوي الفضل والتعظيم لجنابهم الرفيع عند الله. يعرف ربنا سبحانه وتعالى خصك بفضل، فهل يمنعك هذا الفضل من تعظيم أهل الفضل؟ لا، فإن عرفت لأهل الفضل الفضل فأنت منهم. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وذلك كان في تزاور بين الإمام مين الشافعي وبين الإمام مالك، أو بين الإمام أحمد، الإمام أحمد والإمام الشافعي. فيقول يزورك أحمد وتزوره، فيقول إيه؟ إن زارني فبفضله، وإن زرته فلفضله. شوف كده الاحترام والتواضع، لا يمنعه أن يكون هو أفضل ومع ذلك إيه؟ يتواضع لمن دونه، لأن له أيضا نوعا من الفضل ومن العلم، فكان يجله لهذا ولا يرى في نفسه أنه أفضل. يبقى أرجع الفضل في الحالتين للإمام أحمد، قال إن زارني فبفضله، يعني فضل لي هو، وإن زرته فلفضله. فالفضل له إيه؟ فالفضل في الحالتين له. فيهلك ويسلب من فضله ومن كل خير كما هلك بذلك. يعني إذا لم تعرف لأهل الفضل الفضل فتهلك وتسلب من فضلك، لأن الفضل الذي عندك ليس ذاتيا، وإنما هو عطاء وتفضل من الله. هات أول سورة هود كده، وإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. لا حين يعلم، لا قبلها، ويا قوم استغفروا ربكم إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. يمتعكم متاعا ويؤتي كل ذي فضل فضله. فضله الثاني الضمير راجع العالمين، ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني يؤتي سبحانه وتعالى فضله لأهل إيه؟ لأهله، لأهل الفضل.
فالضمير راجع إلى الله تعالى في الثاني، ويؤتي كل ذي فضل، فلا فضل لأحد إلا من الله، ملوش هو فضل كده ذاتي، ويؤتي كل ذي فضل، يعني يؤتي فضله كل ذي فضل، واضح؟ نعم. عافانا الله تعالى إلى الممات مما ابتلي به بجاه نبينا وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد. يعني ربنا يعافينا من هذه الأخلاق الدنية والصفات السيئة التي اتصف بها أو ابتلي بها من إبليس، بجاه نبيه وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد. ولينظر العاقل إلى ما فعله كريم الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه مع القدر عليه السلام. يعني إذا كنت عاوز مثال وعاوز حاجة يعني تكون يعني تسير عليها، فانظر خذ يعني المثال ده بتاع مين؟ بتاع سيدنا الخضر مع سيدنا، بتاع سيدنا موسى مع سيدنا الخضر. شوف هو كليم الله ومنزلته عالية، ومع ذلك يقول لهذا الولي الصالح، يتواضع له ويقول هل أتبعك، فيجعل نفسه تابعا مع أنه نبي أمة وسيد عظيم وكليم الله، ويقول ليه لعبد صالح، مع أنه سيدنا موسى أفضل قطعا بلا خلاف، ما حدش يقول أن الخضر أفضل من سيدنا موسى، سيدنا موسى، ومع ذلك يقول لمن دونه في الفضل هل أتبعك، وعلى إيه؟ على أن تعلمني، فيجعل إذا في تواضع. يعني عاوز تأخذ كده امشي مع إيه؟ مع القصة بتاع سيدنا موسى مع مين؟ مع هذا العبد الصالح، يقول له هل أتبعك، والتاني يدي له شروط من أشد إيه؟ ما يمكن، يقول له خليك معاي ماشي كده على العجين، وخليك يعني مستقيم ولا تسألني، وداله إيه؟ ومع ذلك يقبلها، وكل ما يحصل شيء يقول له يعني نسيت، أو يعني سامحني، أو أنا يعني، وإلى وفي الآخر قال له خلاص، شرط هو على نفسه، قال إن سألتك عن شيء فلا، قال خلاص أنا دي اللي عاوزها، هذه أنا التي. ولذلك تجد ملحظ عجيب في القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يرحم الله أخي موسى وددت لو أنه صبر، مين الأفضل، سيدنا موسى أو الخضر؟ ها؟ ومع ذلك افترض النبي الصبر في جانب موسى، ولم يقل إيه وددت أن الخضر صبر، يعني كان عاوز الأفضل والأعلى منزله هو اللي يصبر. قال يرحم الله أخي موسى لو أنه صبر، يعني كان كمان كأن اللوم على سيدنا موسى اللي هو إيه لم يصبر، وما لام الخضر لأنه، لما المفروض برضو سيدنا الخضر يصبر على سيدنا موسى برضو ويتحمل شوية، لكن افترض الصبر في جانب مين؟ في جانب موسى، ولم يفترضه في جانب مين؟ وشوف سيدنا موسى لما قال له في البداية ستجدني إن شاء الله صابرا، لكن سيدنا إسماعيل لما قال لأبيه قال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فدي فيها تواضع زيادة. أما في حالة سيدنا موسى كأنه يعني حالة فريدة، يعني أنا واحد اللي إيه هتلقاني صابر في الموضوع، ومع ذلك لم يصبر. إنما سيدنا إسماعيل لما قال من الصابرين، يعني أنا إن صبرت سأكون واحد من الصابرين، فلذلك ربنا أكرمه وجعله إيه وجعله يصبر، وذكره بصفة هي إيه أنه وفى بعهده، يعني قال واذكر في الكتاب أنه كان صادق الوعد. إيه هو الوعد ده؟ لما قال لأبيه ستجدني، يعني وعده أن يكون من الصابرين، لكن اختلف الأمر عند سيدنا موسى، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، ما صبرش. الله. ولينظر العاقل إلى ما فعله كريم الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه مع القدر عليه السلام، عندما سمع من المولى تبارك وتعالى أنه خصه بعلم من لدنه من إتعاب نفسه الشريف. يعني إيه اللي خلى سيدنا موسى يروح له؟ لما سمع من المولى تبارك وتعالى أنه خصه بعلم من لدنه، وأتعب نفسه الشريفة وساب المهمة الصعبة اللي هي مكلف بيها،
ومع ذلك راح يبحث عنه وبذل يعني تعب كبير في البحث عنه حتى جمعه الله تعالى به. من إتعاب نفسه الشريفة بالسفر إليه حتى لقي، يعني كمان مش ما اتصل بي أو بعث له رسالة قال له تعالي أنت مين عشان أنا أروح لك، تعال أنت، لكن مين اللي راح؟ سيدنا موسى، وقد غلام معاه لم يرسل إليه، ده هو اللي راح له وبحث عنه وانتظره وقبل الشروط. وهذا معناه أنه العلم إيه؟ ها؟ يؤتى إليه ولا يذهب إلى أحد، هو أي واحد يجي. ذلك هارون نفسه كان لما يحب الإمام مالك يديله قال لا ما فيش هروحش عند حد، قال طب يعمل لنا مجلس خاص يعني بعد، قال لا ما فيش، العلم إذا أعطي للخاصة ومنع عن العامة لم ينفع الله به الخاص، قال تعالى زي الناس مع إيه معاهم في بس كيف يجي ده خليفة ومعاه أولاده وبعد كده لو أخطأوا في كلمة الناس هتضحك عليهم وهتبقى وضعهم يعني مش وحتسقط هيبتهم من الناس وعاوزين يجيبوا له كمان كرسي جنب الإمام، ما ينفعش الكلام ده خالص، تعالوا زيكم زي أي ناس. شوف قوة وبأس الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مع المين مع الأمراء والخلفاء. ده مرة راح له عند بيتي وطرق الباب وقال من؟ قال هارون، بس كده اسمه كده، قال والله لو قلت الخليفة ما فتحت لك. ايه ده؟ ثم تواضع له في الكلام والتمس منه ان يعلمه بصيغه الاستفهام لا الامر المستعمله في الايجاب والاستعلاء. وقالوا له كمان هات هيجيب الخليفه هارون الرشيد يبقى ابنيه المامون الامين والايه والمامون عشان الامام مالك يقرا عليهم كتاب الموطا، يعني يقرا الموطا ياخذوا منه روايه اجازه انه سمع الموطا من مين؟ فعاوز يجيب الخليفة يجيب الولدين الأمين والمأمون والإمام مالك يقرأ عليهم كتاب ليه؟ فرفض الإمام مالك قال لا أنا لا أقرأ كتابي على أحد، هم اللي يقرأوا وأنا عليه أصلا أنا مش أقرأ، هو اللي يقرأ. فطبعا أنت عارف العجمة والفرس والروف خايفين، فراحوا جابوا إيه؟ واحد بالإيجار هو اللي يقرأ على الإمام مالك، هم قاعدين يسمع منه، إذا حصل خطأ يوبخ مين؟ الرجل اللي باقوا يخرجوا من الموضوع، ولهم رواية بالسمع، هو سمعوا من الإمام مالك وهو يقرأ على سمعوا هذا الرجل يقرأ على مالك بحضرته وهم سامعين، دخلوا في الإجازة ولا ما دخلوش؟ دخلوا ما في حل غير كده، هو رفض وهم طبعا خايفين ما فيش حل غير انهم يجيبوا ايه واحد بالايجار يقرا مكانه. نعم. ثم تواضع له في الكلام والتمس منه ان يعلمه بصيغه الاستفهام لا الامر المستعمله في الايجاب والاستعلاء، يعني ما طلب منه ان يعلمه بالامر كده تعال علمني، ما مش هينفع كده مع لا يمكن يعني يؤخذ العلم بهذه الطريقه، عمرك ما تيجي مثلا للشيخ وتقول له اقعد اقعد قدام علمني، مين اللي يدي أوامر ويدي؟ فقال له بصيغة إيه؟ بصيغة الاستفهام، هل أتبعك على أن شوف هل أتبعك يعني هل أكون تابعا لك؟ افهم. فقال عليه الصلاة والسلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ولم يقل له مما تعلمت أو من علمك، فهو يعلم أن العلم مصدره مين؟ من الحق. قال له مما علمت يعني مما علمك الله، ولم يقل له من علمك، لا ده نبي مش بيتكلم كلام وخلاص، مما علمت يعني اللي عندك ده مش منك، ومع ذلك أنا هحترمك وحطك في دراسة، ربنا عملك كده، ربنا عظمك وجعل لك مكانة مع أنك أنت في نفسك ولا حاجة، خد بالك، بس أنا اللي عارف أنه ده من الله عطاء ليك، وتعظيم الله تعالى لك يوجب علي أن أعظمك وأن أكرمك وأن أحتئ إلى آخره، مع أنه في الأصل أنا وأنت ما ولا حد بالنسبة لمين؟ لعلم الله سبحانه وتعالى. فالتمس منه بطريق الأدب بالعبارة أن يكون تابعا له متعلما منه. ثم لما قابله الخضر عليه السلام بأن أغلظ، شوف قال له إيه؟ على أن تعلمني،
ما قالوش يعني أنا وأنت نتناقش بعض المسائل يعني كذا، أو مثلا يعني تعالى كذا يعني يعني نتسلى كذا في بعض المسائل، عايز نوريه إنه هو زيه يعني أو هو زميله، لا ده عايز يقوله أنا تلميذ. فما قال له على أن أدارسك العلم، قال على شوف على أن تعلمني بالصراحة كده، أنا جاي عشان أتعلم، مع أنه نبي ورسول خلي ده كله إيه والرسالة بتاعتك والملك وكله كده خليه على جنب في الإيه في العلم خلاص كده. في بعض الناس يخلط بين الوظائف الدنيوية أو المنزل أو بين الإيه علم فلا يتعلم. ثم لما قابله الخضر عليه السلام بأن أغلظ له في القول إذ وصفه بعدم استطاعة الصبر معه، ولذلك لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك أو سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان، يعني معناها لا تنال العلم إلا بصبرك على الإيه على من يعلمك، هيغلظ لك في القول، هيشتمك، هيضربك، هيسفهك، اصبر على ذلك. شو قال له إيه؟ على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك شو أغلظ له في القول، ما كلموش بلين تعالى طبطب عليه كده وإن شاء الله يعني أنت بسم الله ما شاء الله ده أنت يعني علامة، قالوش كده أبعد فما تفهمش ولا حاجة، وجح شد من يعني معناه أغلظ له في إيه؟ في القول، ووصفه كمان ومش كمان يعني وصفه بعدم استطاعة الصبر معه، يعني قالوا من البداية أنت مش هتنفع يعني من الأول كده، ليه؟ لأنه مش هتستطيع تصبر، أنت مدلل أو عندك يعني شيء يعني مش هتصلح معه. إذا كان واحد زي سيدنا موسى ما يصلح شمال مين قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أنت مهمتك ما تنفعش عندي أنا. بأن أغلظ له في القول إذ وصفه بعدم استطاعة الصبر معه، جاوبه عليه الصلاة والسلام بتواضع ولين. شوف الإجابة كانت بتواضع ولين، ولم يغضب سيدنا موسى ولم قال له يعني أنت إيه يعني خلاص شيء، ما غضبش، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يعني أنا معناها في غاية الطاعة لك. بعد الصلاة إن شاء الله. كنت ملتمسا لرزق ونيل القصد من حر، إذا ما كنت ملتمسا لرزق ونيل القصد من عبد وحر، وتظفر بالذي ترجو سريعا وتأمن من مخالطة وغدر، ففاتحة الكتاب فإن فيها لما أملت سرا أي سر، فالزم ذكرها عقبى مساء وفي صبح وفي ظهر وعصر. وبعدين هنا قارئا في كل ليل إلى التسعين تطبعها، هذه الكلمة اللي بعدها قارئا في كل ليل إلى التسعين تتبعها بعشر، يعني مئة، يعني تنل ما شئت من عز وجاه وعظمة مهابة وعلو قدر، وسترا لا تغيره الليالي بحادثة من النقصان تجري، وتوقير وأفراح دواما، وتأمن من مخاوف كل شر، ومن عري وجوع وانقطاع، ومن بطش لذي نهي وأمر. تتوسل بفاتحة إيه؟ الكتاب. نعم يعني ولو مرة أم يعني فيها أسرار فين وصلنا
يقول ثم لما قابل الفضل عليك لان اغلى بلاغ الفضل يعني نقول صرف الكام صرف الكام واحد الجماعة ما يحسن في نفسه بس انا عملها بصفورة بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما قابله الخضر عليه السلام بأن أغلظ له في القول إذ وصفه بعدم استطاعة الصبر معه جاوبه عليه الصلاة والسلام بتواضع ولين والتزم له أن يطيعه في كل ما يأمر به كما هو شأن العبد مع سيده. فقال عليه الصلاة والسلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهذا التواضع وقع من هذا السيد في علم لم يضطر إليه في ظاهره ولا في باطنه. يعني هذا تواضع وقع من هذا السيد يعني من سيدنا مين موسى عليه السلام في علم لم يضطر إليه في ظاهره ولا في باطنه. يعني ما كان سيدنا موسى عليه السلام مضطرا في الذهاب إلى سيدنا الخضر ليحصل منه هذا العلم لا ظاهرا ولا باطنا. فكيف إذا ما كنت مضطرا لعلم تتوقف عليه صحة العبادة أو تتوقف عليه معرفتك بالله سبحانه وتعالى أو يتوقف عليه فوزك أو نجاتك في الآخرة؟ يعني إذا هذا العلم الذي علمه سيدنا موسى عليه السلام أو تعلمه من سيدنا الخضر هل كان مضطرا إليه في شريعته؟ هل كان مضطرا إليه في عبادة في أمر يحصل له؟ لا، إنما لمجرد العلم نفسه. فكيف إذا ما كنت مضطرا يعني ممكن تأتي إلي وتلتمس مني مثلا علم معين من أجل الامتحان أو من أجل الشهادة أو من أجل أنه يتوقف عليه أمر دنيوي أو عبادة أخروية مثلا، لكن سيدنا موسى عليه السلام لم يكن ملزما أو مكلفا باتباعه أو في الأخذ بشريعته، فلم يكن صاحب شريعة ولا صاحب رسالة. فإذا لم يكن يعني محتاجا سيدنا موسى عليه السلام إلى هذا العلم أصلا الذي علمه أو تعلمه من سيدنا الخضر، ومع ذلك لشرف العلم وفضله خاطبه بهذا الخطاب الذي اشتمل على تواضع عظيم للناس. وله الفضل العظيم والرتبة الفائقة من اصطفاه مولانا جل وأعلاه على الناس برسالته. يعني مع أنه لم يكن مضطرا لا في ظاهره ولا في باطنه كان له الفضل العظيم والرتبة الفائقة واصطفاه الله تعالى برسالاته وبكلامه. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ومع ذلك فإن العبد ولو بلغ أعظم منزلة لا يشبع من العلم أبدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وله القدر العظيم والجاه العظيم ومع ذلك كان يريد الزيادة من العلم ولم يبلغ منزلته في العلم أحد. يعني لا يوجد من هو عنده معشار ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم، ومع ذلك قال إيه وقل ربي أو خاطبه الله تعالى بقوله وقل ربي زدني علما. نشوف التواضع العظيم من أجل العلم. يعني هو أعلم من خلقه الله، من خلقهم الله أعلم من خلق الله هو سيدنا رسول الله، مش كده؟ بنص شهادته لنفسه عندما قال أخشاكم أو أعلمكم بالله أنا، ومع ذلك يطلب الزيادة. ليه؟ لأن العلم لا نهاية له، ليس للعلم آخر. يعني ما فيش مثلا هذا هو هذه هي الكلمة الأخيرة أو هذا يعني آخر اكتشاف علمي أو آخر مسألة علمية، هل قال هذا أحد؟ يعني العلم ليس له حد يقف عنده، فمهما طلبت الزيادة
فأنت محتاج إلى المزيد، ففوق الزيادة زيادة وفوق المزيد مزيد وهناك مزيد المزيد وهكذا، فلا نهاية للعلم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقل ربي زدني علما. فهذا كان شأن مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بربه، والعلم بالله تعالى أعلى مراتب العلم. والعلم في لغة القرآن الكريم هو ما يوصلك إلى الله، يعني كل ما يزيدك معرفة بالله تعالى فهو علم. أما عكس ذلك في لغة القرآن فليس علم، يعني العلم في لغة القرآن اللي هو إيه؟ يقربك ويوصلك ويجعل معرفتك بالله أكثر مما كانت عليه. ولذلك هذا هو الذي يسمى علم. ولذلك لما توفي أو لما قتل استشهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال سيدنا عبد الله بن مسعود مات 9 أعشار العلم، مع أنه سيدنا عمر لم يكن أعلم الصحابة، كان فيهم سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة. فلما قالوا كيف تقول هذا، مات 9 أعشار العلم، من اللي بيقول؟ مش رجل عابد، عبد الله بن مسعود. قالوا كيف تقول هذا وفينا مثلا حبر الأمة وفينا علي بن أبي طالب وفينا يعني زيد بن ثابت، فينا يعني علماء كثير. فقال ما أردت علم الفتية والأحكام ولا علم الحلال ولا علم الحرام، إنما أردت العلم بالله تعالى. فهذا هو الايه؟ العلم الحقيقي. يبقى إذن سيدنا موسى عليه السلام طلب الايه؟ العلم، مع أنه لم يكن لا في حاجة، لا ظاهرا ولا باطنا، ولم يكن مضطرا. من اصطفاه مولانا جل وأعلاه على الناس برسالته ومناجاته له بلا واسطة، بكلامه القدير الذي لا مثل له، وبالمعجزات الباهرة والآيات العظيمة القاهرة. وقد ثبت أن له مع الله تبارك وتعالى 1000 مجلس في المناجاة، وكل مجلس يمنح له فيه من العلوم ما يخرج عن حد قصد. يعني المناجاة التي كانت من سيدنا موسى لربه كانت 1000 مرة، 1000 مجلس ناداه الحق تعالى من جانب الطور الأيمن، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وله من المكان السامية العالية التي تجعله ليس في طلب من علم لأي أحد، ومع ذلك ثبت له هذه المنزلة العظيمة. يعني الإنسان يطلب العلم، شوف هذا هو السر، يطلب العلم ليه؟ في بعض الناس ليكون له أو ليحصل بهذا العلم منزلة، مش كده؟ فما بالك إذا كان هو في منزلة لا يبلغها العلماء أنفسهم اللي هم حيعلموه، وهو في هذه المنزلة اللي وصل إلى أنه كليم الله وسيد أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك لشرف العلم لم يتكبر على على طلبه، بل طلبه ممن دونه. واضح كده؟ ولذلك شرف العلم كبير. ما الذي جعل سيدنا سليمان يستمع إلى الهدهد؟ عندما بين له أن عنده من العلم ما ليس عند سليمان، قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ به بنبأ يقين. وقد ثبت أن له مع الله تبارك وتعالى 1000 مجلس في المناجاة. يعني في بعض الناس مثلا يكون قال مدير، أي مدير يعني، أو مثلا رئيس جامعة، أو مثلا حتى شيخ إسلام، وما يرضاش يطلب العلم، ولا ويمكن يقرأ القرآن يكون في أخطاء في المد، وما يرضاش يتعلم التجويد. ليه؟ عشان منصبه ووظيفته تمنع من يستكبر يتعلم. كيف واحد عنده واحد زي الشيخ عبد الحكيم او مثلا، كيف مين ده بالنسبة له؟ ومع ذلك لو انه جلس لكان افضل ولكان خيرا. فاي انسان محتاج الى علم يطلب من اي احد ولا يتكبر، لان الله تعالى يجعل مزية في المفضول لا توجد في مين؟
في الفضل، يعني في ممكن يكون المزية لا تقتضي ايه؟ لا تقتضي الأفضلية، فذي ربنا مزية أعطاها للإنسان عادي، ويجعلك أنت اللي هو في هذه المنزلة وهذا الشرف أنت في حاجة إليه وهو ليس في حاجة إليك. نعم. كلام نعم. نعم. طبعا ربنا يعطيه القدرة على كيف يخاطبه الله تعالى بكلام لا يفهمه، وبيقول هل سيدنا موسى لما ربنا كان يكلمه كان يفهم؟ طبعا، وإلا هي معنى الكلام من غير فهم؟ يفهم، بل وكان إيه؟ يرد وكان يسأل، قال قال إيه؟ أي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال أولا ما فيش داعي لكلمة هي، وبعدين قال عصا، عصايا، شوف كده يعني زود كلمة هي أقحمها، ولم يقل هي عصا، قال هي عصايا، لما هو معاك في إيدك وعصاية مين يعني؟ عصاية الجيران. وبعدين أتوكى وأهش بها على ولي فيها، شوف الذكاء، الذكاء النبوة ده، الفطانة، وصف إيه؟ وصف جميع الرشد والفطانة، فالنبي فطن وذكي، لأن المحادثة مع الله تعالى يريد أن تطول، عاوزها طويلة. شوف يقول ولي فيها مآرب أخرى، قال ما هي المآرب الأخرى؟ نمرة واحد، والمآرب وراها مآرب، والمآرب وراء، يعني عاوز إيه؟ المحادثة تطول بأكبر قدر ممكن. إنما لو كان واحد من اللي هو يقول له ما تلك بيمينك؟ أنت أعلم يا رب، ومش هيجاوب على ربي، إنه يعمل نفسه يعني يا رب أنت عارف أنت إيه، هيقول له أنت مش عارف اللي في يدي إيه بتسألني. وكل مجلس يمنح له فيه من العلوم ما يخرج عن حد الحق، وقد ثبت أن يعني عاوز يقول لك سيدنا موسى عليه السلام ثبت أن له مع الله تعالى 1000 مجلس في المناجاة، وكل مجلس يعني أنت لو لك مثلا في مع عالم عادي من علماء يعني حتى من الأولياء الصالحين أو حتى من الرسل، لو أنت جلست مع 1000 مجلس هتتعلم منه، هتاخد كل 1000 مجلس، فما بالك إذا كانت هذه المجالس مع رب العالمين، وإذا معناها يمنح في كل مجلس من العلوم ما يخرج عن حد الحصر، وقد ثبت أنه عند المناجاة يقربه يرفعه ويقربه، يعني هو العلوم دي كلها اللي عند سيدنا موسى، ويروح يبحث عن رجل ويتحمل السفر والتعب عشان يتبعه، ليه؟ عارف ليه؟ أن الله تعالى يريد أن يقول لسيدنا موسى عليه السلام وفوق كل ذي علم عليم، شوف وفوق كل ذي علم، شوف كل مثل فوقهم عليم، وفوق هذا العليم اللي هو عنده علم فوق عليم، وفوق وهكذا، فلا ينتهي الفوق إلا إذا وصلنا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فليس فوقه شيء، أو ليس يعني فوق كل ذي علم عليم، معناها إيه؟ يعني معناها أن العلم ده ليس له إيه حد، ولا مسائله تدرك، ولا وليس له إيه نهاية، أن علم الله تعالى أزلية، والأزلي لا إيه؟ لا أول له ولا آخر له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات، كلماتنا المعلومات، المعلومات لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات، ولو جئنا بمثله مددا. في آية ثانية ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر، أو البحر كده تقرأ بالنص، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. شفت كده؟ إذن فوق كل ذي علم إيه؟ عليم، كبير الأنبياء، سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى، مع ذلك يطلب العلم من إيه؟ من
هذا العبد الصالح الذي بين منزلة سيدنا موسى ومنزلته مسافات بعيدة، يعني لا يصل إلى منزلة موسى هذا العبد أبدا. وقد ثبت أنه عند المناجاة يرفعه ويقربه حتى يسمع صريف الأقلام يكتب بها في اللوح المحفوظ. وإلى هذا أشار القرآن بقوله تعالى وقربناه نجيا. شوف الكلام عن سيدنا موسى طويل ولا ما ينتهيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال كاد ثلث القرآن أن يكون لموسى عليه السلام، يعني القرآن تلك بتاع سيدنا موسى القرآن، وبعدين التوراة كلها والألواح وكتبنا له في الألواح. شوف كده من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، حتى لما نزلت الآية اللي فيها وما أوتيتم من العلم إلا إيه، اليهود راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا له من تقصد الآية دي، بتقصد مين؟ بتقصدكم أنتم ولا تقصد نحن بني إسرائيل؟ قال ده الجميع، نحن وأنتم وما أوتيتم. لأنه في قراءة تاني في الشواذ وما أوتوا، يعني اليهود وما أوتوا من العلم إلا إيه. فقال الآية دي تقصد مين؟ تقصد اليهود ولا تقصدكم أنتم؟ قال لا الكل. قال كيف والله تعالى قال لموسى وكتبنا له في الألواح عندكم فقط من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فكيف تقولون انه اوتينا من العلم قليل؟ قليل ايه اللي اوتينا؟ ده احنا عندنا كل علم، عندنا كل حاجة. قال لهم ابدا ما عندكمش ولا حاجة، لان كل ما اوتيه البشر بالنسبة لعلم الله تعالى كمثل الايه العصفور ده لو نقر في البحر ماذا اخذ منه؟ لم يأخذ شيئا. وقد نص بعض الأئمة على أن رتبته في الفضل تلي رتبة أشرف الخلق وأكرمهم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض الأئمة من أئمة أهل السنة قالوا إنه مرتبة سيدنا موسى في الفضل بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قبل سيدنا إبراهيم، بعضهم قال كده. واستدل على ذلك بحديث، اقرأ إيش. وهذا هو الذي يدل عليه حديث مسلم بالشفاعة باعتذار سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني لما الخلق يطلبون الشفاعة يروحوا لكل الأنبياء نبي نبي من أول آدم، يقول لهم روحوا لغيري، أقول لكم روحوا لنوح، أقول لكم ده فيه واحد يعني منزلته كبيرة، ده روحوا لإبراهيم ده هو خليل الله، أظن الطلب بتاعكم عنده. قال ما روح لسيدنا إبراهيم يعتذر، ما يرضاش، يقول لا أنا لست أهلا لها، يعني منزلتي ومكانتي لا تؤهلني لأن أطلب من الله هذا الطلب. وده فيها تعليم لنا، يعني لو كان مثلا وتشفع بك في قضاء حاجة عند إيه أحد من الناس، فانظر إلى منزلتك عنده قبل أن تطلب منه شيئا. فالمسألة هنا بشفاعة مش كده، فخد بالك إن ما كانش ليك منزلة ما تتكلمش، لأنه هترد شفاعتك ومش هتقبل، إذا حطت مرتبتك. فاحفظ إيه؟ احفظ منزلتك عند الناس، فلا تذهب إلى أحد ولا تكلمه في شيء إلا إذا علمت منزلتك عنده. فإذا كانت منزلتك عنده عالية لا يرد شفاعتك، أما إذا لم تكن لك منزلة يبقى في الحالة دي أنت عملت إيه؟ هزأت نفسك، أو مثلا يعني احفظ إيه؟ كرامتك يعني عند الناس، فلا تطلب من أحد شيئا. شوف سيدنا إبراهيم يعني بيعلمه يقول يعني اعتذر، لا مع أنه مكانته تسمح، ولكن يعلم أن هذا الفضل مش من باب التحاسد ولا الغيرة ولا التنافس، يعلم أن هذه المنزلة ربنا اختص بها واحد معين فاعتذر. فلما قالوا له يعني كيف انت تسيبنا، انت خليل الله، فقال وقد كنت خليلا من وراء وراء، يعني معناها عاوزين يقول لهم ايه، كنت خليلا من وراء، ما هي وراء مرتين، وراء وراء، يعني من وراء موسى الذي هو وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني لو قال من وراء فقط يبقى وراء مين؟ سيدنا محمد. انما عاوز اقول انا وراء وراء يعني وراء واحد وراء يبقى وراء مين؟ ما هو ما فيش. فاستدل بعضهم بالحديث ده على انه رتبة سيدنا موسى في الفضل بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان كان الجمهور على ايه؟ على خلاف ذلك. فالمقدم في الفضل بعد سيدنا محمد سيدنا ابراهيم، وهذا هو الذي السر الذي اننا لا نصلي في التشهد في الصلاة، لا نصلي على احد من الانبياء الا على مين؟ على سيدنا ابراهيم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان سيدنا موسى افضل من سيدنا ابراهيم لم ايه؟ ها؟ لم يقدم عليه في الايه؟ في الصلاة. وهذا هو الذي يدل عليه حديث مسلم في الشفاعة لاعتذار سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تطلب منه الشفاعة في الآخرة لأهل الموقف، لقوله وكنت خليلا من وراء وراء، لا من وراء، لقوله وكنت خليلا من وراء وراء، قيل معناه وكنت خليلا من وراء موسى كريم الله الذي هو وراء سيدنا الذي هو وراء سيدنا محمد. عشان كده قلت لك وراء ما تعرفهاش، وراء وراء، وبعدين تاني ما تقولش وراء ورائي، مضاف لما يجي هنا لسيدنا موسى عليه السلام، وراء من وراء موسى، ها من وراء، لا الذي هو وراء، الذي هو وراء سيدنا محمد. ما تعتبرش هنا زي ظرف كده زي فوقه. انظر يا أخي بعين الاعتبار إلى أخلاق هؤلاء الكرام وعظيم تواضعهم لله تعالى ومحاسن آدابهم. طب بالله عليك في بعد كده أخلاق زي كده؟ في تواضع بعد كده؟ ده في ناس كثير يقول لك لا انا اروح له ليه؟ هو قال اللي يجيني انا، يعني يعمل كده اشياء. يا كنت مين انت عارف؟ هل انت تقطع بان منزلتك اعظم؟ حتى لو كان كذلك برضو تعمل زي ما عمل مين؟ الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. ومحاسن ادابهم مع من يضطرون اليه من ذوي الفضل ولا منه له عليهم، وعدم زهو، ماشي في فتح وعدم زهوهم او زهوهم، وعدم زهوهم واعجابهم بما خصوا به من الفضل العظيم. ثم انظر بعد ذلك الى اخلاقنا الشيطانيه وصفاتنا الجاهليه في معاملاتنا. ثم انظر اعجب، يعني ذكر الاوضاع اللي هي تخص نحن، قال انظر الى اخلاقنا الشيطانيه، يعني هذه الاخلاق التي نحن فيها لا يتخلق بها إلا الشيطان، وصفاتنا الجاهلية في معاملتنا لمن اضطررنا. يعني سيدنا موسى لم يكن مضطرا، ده أنت المفروض تكون يعني أكثر، لأنه أنت مضطر، لكنه هو ليس في حالة اضطرار، يعني معناه هو مخير يروح أو ما يروحش. ثم انظر بعد ذلك إلى أخلاقنا الشيطانية وصفاتنا الجاهلية في معاملاتنا لمن اضطررنا إليه وأنقذنا الله على يديه من مهالك الدنيا والآخرة من علمائنا وعبادنا. يعني إذا كان إحنا بنسيء الأدب مع العلماء ومع العباد ومع الصالحين ونتهم ده بالبدعة وده بالضلالة وده مش عارف بإيه وده بإيه، ده كله مع إنه إحنا لولاهم لم نسوى شيئا، قال لا كنا لا في عير ولا في نفير، ومع ذلك أول ما يعني نتسافه أو يعني نتجاهل عليهم. وانظر إلى زهونا وإعجابنا مع دناءتنا وقلة فضلنا وسوء حالنا وجهالة عاقبتنا. أولا دول ربنا سبحانه وتعالى جعلهم أئمة، تمام، ويعني هذا الخلق إلى اتباعهم وحفظ آثارهم، إحنا لسه بننتفع بكتبهم وبندرس ونحن عالى عليهم. إحنا لم نقل إنهم يعني معصومون أو أنهم لا يخطئون، ولكن مع هذا يجب أن نقر بفضلهم، أن نعترف بمكانتهم.
اللهم إنا نتوسل إليك بخواص عبيدك من أنبيائك ورسلك وملائكتك وجميع أوليائك. جمع يعني في الوسيلة جمع خواصه من عبيد خواص عبيده طبعا، والكل له تعالى عبد من أنبيائه ورسله والملائكة وجميع الأولياء. وهنا رتب يعني ترتيب العام والخاص والأفضل، وبأكرم يعني ختمنا بأكرم الخلق لديك. وبأكرم الخلق لديك الشفيع المشفع عندك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تغفر لنا ما مضى من الذنوب، آمين، وأن تصلحنا وذهب لنا سلامة الصدر فيما بقي، وتوفقنا ظاهرا وباطنا لما فيه رضاك، لما فيه رضاك عنا بلا محنة يا أرحم الراحمين يا علام الغيوب، وأن تردي عنا يا مولانا علماءنا وآباءنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا بمحض فضلك يوم يتعلق المظلوم بظالمه. يعني عاوز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنينا هو ويرد عنا العلماء اللي هم كانوا سبب في تعليمنا وهدايتنا وآباءنا وأمهاتنا وكل أصحاب الحقوق بمحض فضله سبحانه وتعالى. بمحض فضلك يوم يتعلق المظلوم بظالمه، أن المظلوم كما ورد في الحديث يتعلق في الآخرة بظالمه، المظلوم يتعلق بالظالم ويقول يا ربي سله فيما قتلني أو فيما ظلمني، لماذا ظلمني؟ سله يا رب، يا رب سله فيما ظلمني. بمحض فضلك يوم يتعلق المظلوم بظالمه وتبلى السرائر وتنكشف الغيوب. لأن الله تعالى يعني يقول يعني المظلوم ده يوم القيامة لابد أن يستوفي حقه من مين؟ من ظالمه. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدأ ليفتدوا به، ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. كمل. لا دي غير دي. لا وبدا لهم سيئات ما عملوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كده اذا الظالم اي اذا الظلوم او الظالم لج علوا اذا الظالم طاوع ظلمه ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى عدل الإله فإنه سيبدي له ما لم يكن في حسابه. يعني سيبوا ليه ربنا سبحانه وتعالى حيبدي له شيء لم يكن يحسب له حسابا، لأنه طبعا يعني أنتم رأيتم الآن العبرة ويعني ظهرت أمام الجميع، فلم يكن في حساب الظالمين يعني عملوا حساب كل شيء، ولكن أتاهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يعني لعلكم تذكرون موضوع بني النضير، سورة في القرآن اسمها سورة بني النضير، عارفينها سورة تاني؟ لذلك كان العلماء بعض العلماء أو كثيرا من علماء السلف يسميها سورة بني النضير كراهة أن يفهم الناس من الحشر أن المراد به الحشر في الآخرة اللي هو الحشر والبعث والنشر، ولكن ليس المراد به الحشر اللي هو فين؟ في القيامة. الحشر ده كان في الدنيا، ولذلك ربنا أخرج بني النضير مع أنهم كانوا أهل فروسية وعتاد وقوة ورمي ونبال وكانوا يعني في فن في الحرب، وكانوا مع ذلك لهم كلاء حصون متحصنين بها، فكان يخطر ببال حد أبدا أنهم سيخرجون من المدينة أبدا. طب كيف خرجوا؟ اقرأ كده. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر
ما ظننتم أن يخرجوا، لا أنتم ولا هم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وين الأسرع بالعملية؟ أن الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب. فلما ربك يريد أمر يخلي الايه الانسان عنده جرأة متناهية لا يمكن تكون في اسبابه. يعني تقول في الناس دول مثلا مصرجين كده وفي ثبات وفي هي سر القوة دي، ان الله تعالى نزع من قلوبهم الايه الرعب والخوف، والقاه في قلب مين؟ جماعة الاخرين الظالمين. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي مين؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. بس فاعتبروا يا إيه؟ يا أولي الأبصار. قال المصنف رحمه الله: اعلم أنه يجب على الإعلام على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا. أو الآن دلوقتي حيدخل أول المسائل دلوقتي. كل العبد ذا تمهيد ومقدمة وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليه الصلاة والسلام. هذا المثل اللي قرأناه ده. اعلم أنه يجب على كل مكلف. عرفنا معنى الوجوب هنا يعني يجب، ما المراد بالوجوب؟ لا ده الوجوب ده في حق الله تعالى أن يعرف. صح تمام كده. يعني يجب، لا يجب هنا غير يجب الثاني. وجوب الشرع ده. اما الوجوب الثاني اللي هو ايه؟ عدم قبول الانتفاع. هنا يجب جات مرتين، لكن الاولى لها معنى والثانية لها ايه؟ لها معنى. فيجب هنا بمعنى الوجوب الشرعي. والمكلف، مين هو المكلف هنا؟ العاقل البالغ. الأول تبدأ بالبالغ، البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة. ويشترط شرط آخر وهو يسأل، دي شروط الايه؟ شروط الله. ومعنى التكليف ايه؟ إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. فمن المكلف بهذا الاعتبار؟ المكلف سماهم الله تعالى الثقلين. فأهل التكليف سموا كده الثقلان أو الثقلين. ليه؟ لأنهم أثقلوا، أثقلتهم التكاليف. فلما ربنا يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني الجن مين والإنس. فالملائكة ليسوا من الثقلين لأنهم لم يثقلوا بهذه التكاليف التي أثقلنا بها الإنس والجن. بدليل إيه؟ فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ أرسلوا عليكم أشواظ من نار. حقيقة المعرفة الحادثة. إذا أول حاجة فهمنا الوجوب وفهمنا التكليف، تمام كده؟ هنعرف الآن إيه معنى المعرفة. حقيقة المعرفة، وهنا المعرفة معناها المعرفة الحادثة. حقيقة المعرفة الحادثة هي الجزم المطابق عن ضرورة أو برهان. الجزم المعرفة هي الجزم المطابق عن ضرورة أو برهان. يعني يريد أن هنا في الحاشية أو في الهامش يوضح أن الضرورة هنا في ضرورة فيه في برهان، لأن الضرورة إذا جاءت في مقابل البرهان يبقى لها معنى آخر. الضرورة هنا بمعنى البداهة، لأنه وضعها في مقابل المعرفة الحاصلة بالبرهان. والمعرفة الحاصلة بالبرهان اللي هي المعرفة الكسبية. يبقى عندك معرفة كسبية ومعرفة ضرورية، يعني في كسبي وفي إيه الذي يقابله بدهي. البدهي ده هو الذي يبدأ الإنسان لأول التفاتة إليه أو لأول التفاته إليه بحيث لا يستطيع الانفكاك عنه. ده تعبير اصطلاحي، استعمال الضروري بمعنى إيه؟ البديهي. وهذا شائع في كلام العلماء. يبقى المراد بكلمة ضروري يعني هنا إيه؟
عن ضرورة يعني البديهة، والبرهان اللي هو المعرفة الكسبية يعني النظرية. هي الجزم المطابق عن ضرورة أو برهان، فقولنا الجزم احتراز من الظن وهو الاحتمال الراجح، ومن الشك وهو الاحتمال المساوي. يعني هو قال بيعرف كده، يعرف هنا ايه، هنا هذا تعريفه ايه الحقيقة المعرفة الجزم. اول ما قال الجزم يعني لا يكون الظن معرفة، الجزم فهذا احتراز عن ايه، عن الظن، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، وبعدين احتراز ايضا من الشك ومن الوهم، فالثلاثة دولة بالمعنى العام يسموهم ظن. لكن اذا فصلنا ان الظن هو الاحتمال الراجح، والشك هو الاحتمال المساوي، والوهم هو الاحتمال المرجوح، فالمعرفة لا تكون لا ظن ولا شك ولا وهم، وانما هي ايه الجزم، الجزم ايه المطابق عن ضرورة او برهان. وقولنا المطابق احتراز من الجهل المركب، فانه جزم غير مطابق لما في نفس الامر. يعني عندك ايه قال كده المعرفة هي الجزم، مش فقط، لكن ممكن يكون جزما يعني يجزم يعني بها، ولكنها غير مطابقة، كما يجزم او يقطع النصارى بصلب المسيح وهو غير مطابق للواقع، لانه في الواقع لم يقتل ولم يصلب. انما ما هو الواقع؟ الواقع انه ايه حصل ايه شيء من التشبيه، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه، يعني ألقى الله شبهه على رجل آخر فقتلوه ظنا منهم أنه المسيح، ولذلك قال تعالى وما قتلوه يقينا، يبقى معناها كانوا ليسوا إيه؟ ليسوا على يقين من أن الذي قتل هو مين؟ هو المسيح، يعني خدوها بالظن. فهل هذه يعتبر يبنى عليها عقيدة أو يبنى عليها دين؟ لا، لأنها ليست مبنية على اليقين. وما قتلوه يقينا، بل اليقين الذي لا شك فيه أنه لم يقتل ولم يصلب، وأن الله تعالى رفعه إليه، يعني رفعه بجسده حيا وهو باقي لم يمت وينزل، ونزوله يكون من أشراط الساعة، ويدفن بجوار سيدنا عمر رضي الله عنه في الحجرة النبوية. وهنا في كمان والذي أخبر بهذا ليس أنا، ولا ده في كتاب النهاية لابن كثير نفسه، قال إنه أول ما ينزل حيدفن في جنب سيدنا عمر في مكان فاضي، قال سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا مين؟ أبو بكر وسيدنا عمر في مكان رابع فاضي. ده بتاع مين ده؟ ده بتاع سيدنا عيسى. ده شو النبي يقول؟ أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، كده نص الحديث، ليس بيني وبينه نبي، فحيدفن جنب الحبيب. وأول ما ينزل من السماء، هينزل من السماء على المنارة البيضاء شرق إيه؟ دمشق. وبعدين حيذهب الى الايه الى المدينة المنورة. اول عمل يعمل لما يروح المدينة زيارة قبر رسول الله، حتى الحديث بيقول كده، فيقوم على قبري فيقول السلام عليك يا محمد فاجيبه، دي زيارة سيدنا مين؟ سيدنا عيسى. ثم لما يموت سيدنا عيسى ويتزوج ويقول حسب ما ورد، ويصلي عليه المسلمون ويدفنوه في المسجد وعلى القبة والضريح، يبقى كيف يكون ليه الدفن حراما، مع انه اللي هيعمل كده يعني ناس كلهم يعني اهل عدل واهل دين، وكيف يقدم المسلمون على هذا العمل بعد ما يتحقق العدل في الارض والحكم بالشريعة، هيكون من علامات النبوة، فلو كان هذا من الشرك او من الضلال كيف يقدم عليه المسلمون في هذا الزمن بالذات الذي ينتفي فيه الضلال والشرك ويعود فيه الحق.
ثانيا الحديث بتاع لعن الله يفهمونه خلاف الفهم الصحيح، لأن الفتوى من السلف أو من الصحابة على عكس ما يقال اليوم، يعني الفهم الصحيح مش هو الفهم اللي فهمه هؤلاء. ده موضوع مختلف أصلا، لأنه لو كان المراد بناء المساجد دي لقال أن حتى اللغة مش فهمنا، المشكلة في عدم فهم اللغة. فلو كان المراد البناء لقال صلى الله عليه وسلم اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد، ولكن الحرام هو اتخاذ القبر مسجدا، يعني موضعا يسجد إليه أو عليه ولو لم يكن هناك بناء ولا ضريح ولا أي شيء، يتخذ القبر مسجد. هو ده المراد بفهم الحديث. لنتخذن، لما كان عليهم بناء مسجد جاءت عليهم، لنتخذن عليهم مسجدا، فلازم يجيب على. لو كان مراد ليه البناء اتخذوا على، في على في الحديث مفيش. واقرأوا كتب الأئمة الأربعة وكتب السلف وكتب لا تجدون هذا هذه الفتاوى أبدا، ما ظهرت إلا عند الضعف وعند الله. وقولنا المطابق احتراز من الجهل المركب. هذا الجهل المركب اللي احنا فيه، فإنه جسم غير مطابق لما في نفس الأمر، كجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك. يعني قلنا كجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك، الفلاسفة يقولون إن الأفلاك قديمة جزما، ويقولون إن الحركة بتاعة الأفلاك حادثة، ما هو لا يستطيعون القول بقدم الحركة. ليه؟ لأنه الحركة بتنعدم وتتجدد حركة، فيقولون إيه، شوف اللعب بعقول الناس، ما من حركة إلا وقبلها حركة، وهكذا إلى ما لا نهاية. يعني ما فيش حركة أولى، يعني كل حركة قبلها حركة، وكل حركة حادثة، ولكن فين أول حركة؟ يعني عاوزين نقول حركات دي جنسها قديم وأفرادها حادثة. لكن إذا كانت الأفلاك نفسها حادثة فكيف تقول؟ فهم يقولون بقدم الأفلاك، ويقولون هذا جزما، وهو إيه؟ جهل، لأنه غير مطابق. الواقع أنها حادثة وليست إيه؟ وليست قديمة. وجزم اليهود والنصارى بسلامتهم من الخلود في النار يوم القيامة. يعني اليهود والنصارى يجزمون كده ويقولون كده، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني يجزمون بسلامتهم من الخلود في النار، مع أن الواقع أنهم خالدون فيها أبدا إذا ماتوا، يعني على ذلك. فكيف يأتي الجزم؟ وكيف الآية تقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا؟ ثم اليهود قالوا مش هيدخل إلا اليهود فقط، ما قالوش أو النصارى، ما هم ما يعترفوش، والنصارى قالوا لا يدخل إلا النصارى، ولم يقولوا أو اليهود. فالآية فيها إيه في البلاغة؟ يقولوا إيه يعني؟ يعني وقالت، جمع القولين، وقالوا، فنسب كل قول، نسب القول جعله واحدا، ولكن كل قول ينسب إلى قائله، يعني ما تقدير لفق ونشر. يعني وقال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقال النصارى لن يدخل إلا من كان، فجمعهم مع بعض. وانت تفهم لأنه مش معقول، لا يعقل أنه اليهود نفسهم حيقولوا مش حيدخل إلا اليهود أو النصارى، هم يقولوا إلا اليهود فقط، النصارى يقولون إلا النصارى فقط، فجمعهم. وانت تعدو كل قول إلى قائله، فده اعتماد على ذكاء أو فطنة السامع. خلاص كده. يا لو سألت واحد يهود النصارى هيروح فين؟ يقول لك النار. عظيم. تقول له كيف ده؟ انت قلت إلا من كان هودا أو، يقول لك لا، أو ده مش بتاعتنا احنا، ده أو يعني ده موضوع ثاني. وقولنا عن ضرورة أو برهان احتراز من جزم المقلد المطابق، فإنه احتراز من جزم المقلد المطابق. يعني ما فائدة عن ضرورة ده احتراز من جزم المقلد؟ لأن المقلد لا يكون عارفا، فإنه يقلد في المعرفة وإن كان جازما. يبقى المقلد جازم ولكن جزمه غير إيه؟ ها؟ كلمة ليس عن ضرورة، جزمه مطابق ولكنه ليس عن ضرورة أو برهان. فإنه ليس بمعرفة،
وإن كان جزما مطابقا لما في نفس الأمر. يعني المقلد لا يكون إيه؟ لا يكون عارفا، وإنما العارف مين هو؟ المقلد. ويسمى في الاصطلاح اعتقادا، ومعنى الضرورة إلجاء المولى. يعني الاعتقاد ليس بشرط أن يكون عن إيه؟ عن ضرورة أو برهان، لأن المقلد بيسموه إيه؟ بيسمى إيه؟ اعتقاد، ولكنه ليس إيه؟ لا يقال معرفة، هو معتقد. ومعنى الضرورة إلجاء المولى سبحانه وتعالى النفس لأن تجزم بأمر. ومعنى خلينا عنده واقفين عنده، ومعنى الضرورة عشان هيتكلموا عن الإلجاء، الفرق بين الإلجاء إلى آخره، هل في اختيار ولا مفيش اختيار، عشان تتسع لها العقول. خلينا واقف كده عن إيه، أو خليك واقف عند أعلم، خلاص عند أعلم، فهو كده كده لابد حنرجع إيه؟ خليك واقف عند إيه؟ أعلم. والله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم استجب دعاءنا واقض حاجاتنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم آتنا من لدنك علما وزدنا معرفة ويقينا وإخلاصا يا رب العالمين، وافتح لنا البصائر وهيئ لنا الأسباب واقض لنا الحاجات بجاه سيد الأولين والآخرين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وخذ بثأرنا ممن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وثبت قلوبنا على اليقين والإيمان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.